إن اليوم نريد التعليق الديني في طبيعة الحال على انغلاب المسلمين عن اليهود. إن لا نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع عن الوجهة العربية في طبيعة الحال، لأننا لا نعتقد بالقومية العربية أبدا، وإنما نريد أن نعلق على هذا الموضوع من الوجهة الإسلامية. لماذا غلب اليهود المسلمين 30 سنة والمسلمون 800 مليون واليهود 20 مليون على قول مشهور؟ لأن إحصائية اليهود مجهولة، على المشهور هم في كل العالم 20 مليون وفي إسرائيل أقل من 3 ملايين. لماذا حاربوا فغلبوا وحاربنا فغلبنا وسالموا فغلبوا مؤتمر كم دويت سل وسالمنا فغلبنا ولا حرب ولا سلم غلبوا ولا حرب ولا سلم فغلبنا؟ هل هذا معجزة؟ وهل اليهود أجنة؟ وهل اليهود ملائكة؟ مع العلم أن أكثر عددا 800 مليون وأكثر مالا، المال الموجودة في البلاد الإسلامية حقيقة غريبة جدا غريبة، أموال النفطية وغير النفطية، ومع العلم أننا مبدأنا تقدمي ومبدأهم رجعي وتأخري، ومع العلم أننا نحيط بهم إحاطة، لأن الجيش إذا أحاط بشيء وبجيش آخر معناه الطبيعي أن يغلب. أنا في الحقيقة فكرت في أن له 10 أسباب، وما دامت هذه الأسباب موجودة فاليهود موجودون وفي توسع وقوة، وما دامت هذه الأسباب مفقودة فينا فنحن في تأخر وضعف، ولو 100 سنة ولو 1000 سنة مو دليل. ما هي الأسباب؟ ننقل بعضها في هذا اليوم وبعضها إن شاء الله في الجمعة القادمة، لأن الوقت لا يستوعب أن نذكر كل الأسباب. اليهود بكلمة صغيرة نشرحها الآن، أخذوا بما كان المسلمون وقرآنهم أمر به، والمسلمون اليوم تركوا ما كان قرآنهم ورسولهم أمر به، فصارت عندهم القوة بأخذهم أسباب قوتنا نحن، وصار عندنا الضعف بتركنا أسباب قوتنا نحن. يعني بيدي مسدس فأنا أقوى من هذا الإنسان اللص، أخذ المسدس من يدي صرت أنا أضعف وصار هو الأقوى، خذ المسدس من يديه مرة ثانية فأنت الأقوى وهو الأضعف.